أصحاب ثلاثية مقابل هدف واحد وتأهل لنهائي مسابقة كأس مصر 2022 وملاقات بيراميدز. كابتن شريف ألف مبروك، فوز مستحق. مبروك كابتن، مبروك الأهلي في النهائي. الحمد لله. كما عودنا دايما. وعقبال النهائي بإذن الله يعني. إن شاء الله بإذن الله. النهاردة الأهلي قدم مباراة جيدة جدا يا كابتن أيمن. فيها كل الفنون. وفيها كل الوجوه. انا النهارده شفت حتى وجوه كان نفسي اتفرج عليها. محمد الضوي، كريستو، مروان، خالد عبد الفتاح، كل ده كان عندهم بسبب الفوز الكبير اللي انت عملته في اول شوط. خلينا نتعرف على اللعيبه دي كلها. قلت لك انا في الهاف تايم ويمكن اتفقنا كلنا ان كهربا لازم يريح، كويس؟ الراجل من عادته ان هو ما بيغيرش على طول في الهاف تايم الا اذا كان في تغيير ضروري يعني. اميز ما انا شفته في المباراه حقيقه الزياده العدديه اللي حصلت النهارده من ناحيه اليمين ومن ناحيه الشمال. النهارده في تفوق كبير جدا لفرقه النادي الاهلي حتى اخر ثانيه في المباراه من خلال الاطراف كلها. ده بنفس الروح الاهلي جاله الهويه النهارده. ازاي يلعب كل مبارياته؟ ازاي الاهلي لما بيكون روحه عاليه جدا، اللعيبه بتاعته حاضره في الملعب، في اكتر من لاعب بيقدر جوكر يقدر يلعب يعني. النهارده فخري في تبادل مع ديانج ومع حمدي فتحي اللي كان بيلعب ورا او بيلعب لقدام او بيروح ناحيه الشمال وعبد القادر يخش لجوه. في مكاسب كتير جدا النهارده، مع مكاسب خاصة كمان محمد هاني بنفس الشكل بنفس اللعب بنفس الزيادة اللي بيلعب بيها مع حسين الشحات، أداء متميز جدا. عندي مكاسب كتير جدا النهاردة وخسارات برضو. حمدي فتحي بإصابته خسارة كبيرة بالنسبة لي أنا النهاردة. إن شاء الله تكون حاجة بسيطة إن شاء الله يا رب يطمنونا يعني. فبالنسبة لبداية المباراة ونهاية المباراة، سيبك من ضربة الجزاء دي هنتعرف عليها فيها ليها وعليها يعني هنتكلم فيها. كان عندك تقدر تحرز، حتى كهرباء قبل ما يخرج كان عنده هدف ممكن يجيبه لو مشيت معاه الهسة وبعدين الترقيصة لو مشيت معاه كان هيبقى جول حقيقي. وبعدين ميزة كهرباء كمان عشان نتكلم عليه تاني ونجاحه النهاردة، إحساسه بالمكان اللي بيلعب فيه. صحيح، ناس كتير قالت في الجون التاني اللي جبناه، طبعا الجون احنا هنجيبها ونتكلم فيها ان شاء الله، بس في الجون التاني اللي جابه حمدي فتحي الكره قويه والراجل واقف على خط الجون. في اي حارس مرمى ممكن تخش، سيبك من الاولانيه، الاولانيه دي صعبه قوي ان هي تخرج من بالطريقه دي، انما الهدف التاني ده بالشوطه القويه دي حمدي فتحي اسامه شاط واحده قبلها وخرجت بره، فانا قلت لك لو شاطها في نص الجون ممكن تبقى هدف يعني. كررها حمدي فتحي وشاط وجاب هدف تاني. دي برضو من الحاجات المكاسب اللي اتكلمنا عليها كلنا قبل الماتش، التصويبات. كل الفرقه بتصوب، مفيش حد ما بيصوبش، حتى ديانج، حمدي فتحي، فخري، احمد عبد القادر، كله النهارده جرب حظه وشاط. صحيح، وعمل لنفسه رؤيه. حتى الضو لما نزل كريستو، ها نزل وخد واحده وعدى، لعيب بروميسنج واعد جدا وعنده كوره بالك بقى ها بالفرقه اللي بتتغلب ولا بتتعادل او 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 انت غير يا كابتن. لا ما عشان كده بقول لجماهير النادي الاهلي لما بيجي فينا جول بنبقى مش مبسوطين حتى لو ضربه جزاء. فانا النهارده مبسوط جدا من الاداء كله، بيطمني ان شاء الله لعيبه تريح بقى اليومين دول ويروحوا على يوم السبت باذن الله بنفس الروح يا رب ان شاء الله، نفس الايقاع بنفس الاداء نفس الحب وكده مع بعض، يعسكروا بقى الثلاث ايام دول مع بعض كده، وان شاء الله تبقى نتيجه جيده زي النتيجه دي بتاعت النهارده يوم السبت باذن الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن اسامه الف مبروك. انتهت المباراه اكلينيكيه في الشوط الاول. ما فيش شك، احنا لما اتكلمنا بين الشوطين قلنا كده، قلنا المباراه وسموحه المقامه حاليا باستاد القاهره الدولي في نصف نهائي كاس مصر، والنتيجه ما زالت تقدم المارد الاحمر. الشوط الأول بدأت المباراة حماسية من جانب الأهلي الذي ضغط مبكرا باحثا عن التسجيل، فيما اعتمد سموحة على الهجمة المرتدة مستغلا انطلاقات حسام حسن وحسين فيصل.
الدقيقة الرابعة شهدت أولى فرص الأهلي الخطرة بعدما تلقى حمدي فتحي كرة سددها بعيدا عن الشباك، وواصل الأهلي الأحمر سيطرته على اللقاء وسجل أحمد عبد القادر الهدف الأول في الدقيقة 8 من تمريرة رائعة عن طريق محمود عبد المنعم كهربا الذي سدد الكرة مرت من بين أقدام الهاني سليمان، وتجد أحمد عبد القادر الذي أودعها في الشباك خلال الدقيقة 8. وصل الأهلي الضغط ومرر كهربا كرة ثانية لحمدي فتحي الذي سددها في الشباك خلال الدقيقة 11، وخرج الهاني سليمان وشارك عمر صلاح بدلا منه في الدقيقة 15 لأسباب فنية. تراجع أداء الأهلي قليلا ما سمح لسموحة بأن يكثف هجماته، وكاد حسام حسن يسجل الهدف الأول للفريق السكندري بعدما تلقى تمريرة جيدة لكن سددها بعيدا عن الشباك. تعرض حمدي فتحي للإصابة أثر الصدام مع أحد لاعبي سموحة قبل أن يتلقى العلاج ويستكمل اللقاء، وعاد الأهلي لتشكيل أكثر من فرصة خطرة أبرزها رأسية رامي ربيعة التي مرت بجوار القائم. هل الهجوم الأهلاوي المتواصل أسفر عن هدف رائع ثالث سجله كهربا في الدقيقة 36 من تمريرة ولا أروع من حسين الشحات أودع كهربا في الشباك بطريقة رائعة. وحاول سموحة العودة للمباراة لكن دون جدوى، وانطلق حسين الشحات بهجمة خطرة للأهلي قبل أن يتدخل دفاع الفريق السكندري وينقذ فريقه من هدف، ويتواصل الأداء إلى ينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاث أهداف نظيفة. يضم تشكيل الأهلي كل من محمد الشناوي، محمود متولي، رامي ربيعة، علي معلول، محمد هاني، محمد فخري، حمدي فتحي، أليو ديانج، أحمد عبد القادر، حسين الشحات، ومحمود كهربا. تضم دكة الأهلي كل من علي لطفي، خالد عبد الفتاح، مصطفى سعد، محمد مجدي أفشة، محمد الضاوي، كريستو، مروان عطية، أحمد نبيل، كوكا، شادي حسين، محمد شريف. وبذلك تضم دكة الأهلي ثلاث صفقات جديدة أبرمها الأهلي في يناير الجاري، هي كريستو وخالد عبد الفتاح ومروان عطية. فيما يضم تشكيل سموحة كل من الهاني سليمان، شريف رضا، محمود شبانة، محمود عبد ربه، أحمد جمال، محمود حليم، وأحمد مصطفى، دوكو دودو، محمد سعيد، مكرونة، حسام حسن، وحسن فيصل. الشوط الثاني، جاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب الفريقين، خاصة سموحة التي حاول تعديل النتيجة فيما ظهر الهدوء على أداء الأهلي، وسدد رامي ربيعة كرة قوية مرت بجوار القائم، وضغط سموحة بقوة محاولة تسجيل وسط تراجع مع الأهلي. وأسفر مارسيل كولر عن ثلاث تغييرات، خروج حمدي فتحي للإصابة ودخول محمد مجدي أفشة، خروج كهربا ودخول شادي حسين، وخروج محمد فخري ودخول مروان عطية الصفقة الجديدة القادم من الاتحاد السكندري. وما زال الأهلي يواصل هجماته ويحاول تسديد رباعية، ولكن سموحة يحاول الرد بهجمات مرتدة ليقلص الفارق ما بين الفريقين، وما زالت النتيجة حتى الآن 3-0 لصالح النادي الأهلي. وبذلك انتهت مباراة الأهلي وسموحة بفوز المارد الأحمر في نصف نهائي كأس مصر نسخة 2021-2022 ليتأهل إلى نهائي الكأس لملاقات فريق بيراميدز الذي فاز بالأمس بركلات الترجيح على الزمالك 4-3 بعد التعادل الإيجابي 1-1 في المباراة. الأهلي يصل للمرة الثالثة على التوالي لنهائي كأس مصر، والمرة 54 في تاريخه. ولكن يتوقف النهائي إلى حين رجوع النادي الأهلي من المشاركة في كأس العالم للأندية التي تقام في فبراير القادم في المغرب. الأهلي يلاقي أولا في المباراة الافتتاحية فريق أوكلاند سيتي، ومن بعدها يلتقي مع فريق أمريكي، ثم يلاقي ريال مدريد في السيمي فاينال.